تما الاخوان راه هو هذا الفحل قرصات الله اعلم ديك الفعه راه تحسن في الحاله ديالو. ودابا تنجي باش ندقلو ديك الحقنه وراه فريت هاد الفحل هذا والله ما تيخليني نشدو كاع. جبت انايا الكلاب باش يعاونوني عليه ونشدو. بس سمح بس وراه جا ديك لايكه والفحل شرا باقي لسانو شويه من فوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان واخوات متابعين الاعزاء، حياكم الله اينما كنتم. اتمنى والله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيده في احسن الاحوال. كتشوفوا ما شاء الله راه مشمشه اليوم، جيت هنا في الظل والمعزه هو هنايا كيرعف. اخوان راه هو هذا الفحل اللي كان عضاتو اللفعه، راه كما كتشوفوا راه اللسان ديالو راه تفش بقى شويه. المهم راه ما راه في تحسن، راه غيعيش ان شاء الله بالفضل فضل الله وبالفضل الدعوات ديالكم، راه غيتشافى وغيعيش. راه تندقوا ليه الكورتيسون 5 المليلترات، تندقوا ليه هنا في الدروه هنايا الاخوان، هاد البلاصه اللي فيها اللحم ماشي البلاصه اللي فيها العرق. تشوفوا هذاك العرق اللي كاين هنا، صافي راه دقيت ليه البارح 5 واليوم 5، باقي له غدا ان شاء الله. وراه كتعطي راه هو الدواء هذا الكورتيسون راه فعاله. إيفيكاس كما كتشوفو راه مفتاح السون دابا ما شاء الله. غدا نعاودو ان شاء الله حقنة اخرى. راه تيجري راه شديتو عب بزز حيت كاك عمرك طويل. تسوناش على الاخوان الله يجازيكم بخير. وداكشي اللي كتب عليه الله مسكين تا هويا، قدر الله ما شاء فعل، كتب له غيعيش راه غيعيش. اسالكم الله الدعاء، الدعاء ديالكم راه مهمه الاخوان والاخوات باش يتشافى ان شاء الله. هناكي فالنتينا عاد خرجتها اليوم، عاد ما خرجتش دابا شي 5 ايام هادي، راه مره تنخرجها مره تنخرج لون تنخرج ديك لونه شي باش راه مشتاقه. هناكي مشتاقه للعمل، موحشه العمل. هناكي فالنتينا هناكي بناكي شرا بقى دابا 4 شهور عندها ما تيكونوا نشيطين كيحبسوش كيجيب لهم الله وما تشي بحال بحال كيلعبوا. خصهم يتجاراو مع الكسيبه ماشي ماشي مزيان لهم، خصهم خصها تولف تبقى جالسه حدايا كيف ما كيف لايكا شو لايكا راه كتفرقش من حدايا ان شاء الله عليها. لايكا الذكيه والشجاعة فيها سبحان الله العظيم كاع المواصفات. المرعى هنا راه موجود الخير تبارك الله، هادشي راه خارج من الزرعة ديالنا. بالنسبه للافاعي الاخوان راه موجودين هنا، راه كاين الافاعي غير هاد الايامات لقيت انا واحد كطير ماشي من ديك نقولو دوك الافاعي دوك الافاعي دوك التعبان التعبان اللي لقيت انا، واش تعبان واش اللون ديالها اخضر. والناس كيعاودوا على هاد المنطقه راه فيها فيها الافاعي وفيها التعابين والله يحفظ وخلاص. وانا راه دائما كنذكر اذكار الصباح واذكار المساء.
يا الاخوان الانسان يبقى يقول هاد الاذكار هادي راه حتى حاجه ما تهديه بجد الله، يقول هاد الاذكار ديال الصباح والمساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هاد المرات واعوذ بكلمه الله التامات من شر ما خلق، تهيت لهاد المرات وتوكل على الله وراه ربي ما عمرها ديت هذيك شي حاجه. شحال من عام انا هنايا التهجه ما عمر عادتني ولله الحمد، وهذا من فضل الله. الانسان يذكر الله وقرا بعض الايات القرانيه وراه التهجه ما تعادي. ايات الكرسي كذلك، وبجد الله هذا العمل هذا مع كتيباته ورا ربي كيشوف كلشي، لانه عمل شريف، مهنه شريفه، ربي راه كيحفظ. الله يحفظ الجميع، الله يحفظنا ويحفظكم من هوايع الدنيا كما يقولوا، من كل شر ومن كل مكروه. عاد داو داو يرعاو مزيان، داو يحبسو كما كتشوفو. ما أول مرة ولا بد ما يدير شي دوراي، عرفو شنو كاين في المرعى عاد باش يحبسو يرعاو. هما فين الكتيبات بدات ترعى في السوايع الأخيرة، خصوص المعز ملي تيعرف راسو صافي غنمشي يسد عليه، تقرب الساعة باش دير الكوري، ديك الساعة هو عاد باش تبدا يرعب. شراتي ياكلو ديك الزريعة ديال هاد النبتة إلا لاحظتو، تتكون مسيوسة تحت منها بحال هادي. هادي هادي راه فيها واحد الزريعة النبتة هادي كتعجبهم سبحان الله، دايرو بحال لي كياكلو العلف. الخوات نتمنى منكوش طولت عليكم فيديونا اللي عجبكم، تكونو استفدتو من هاد الدواء هذا ضد السم على حساب الكتيبة. ونشكركم من هاد المنبر جزيل الشكر على الدعم والتشجيع، قناتكم متواضعة، تحياتي للجميع، مرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.